يعول على الطريق الذي يربط سريع الدورة باليوسفية لفك الاختناقات المرورية وتسهيل وصول المواطنين من العاصمة إلى المدن الأخرى، إذ وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 93%. طريق الدورة اليوسفية كان أولى محطات زيارة وزير الإعمار الجديد، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 93%، وبطول بلغ أكثر من 15 كيلومترا، وسيكون طريقا مختصرا لفك الاختناقات وبصورة كبيرة عن العاصمة، ويسهل طريق العبور أمام المواطنين المتوجهين من العاصمة صوب مدن الحلة وكربلاء وغيرها. 93%. نعم. وهذا الطريق طوله 14 كيلومتر. كل يوم 160 مليار. 160 مليار لأنه بجسور وبتقاطعات وبتعارضات، أكبر مشكلة كانت بتعارضات. هذا المشروع كلش مهم، إذا أنتم رايحين راح تشوفون، إذا تروحون كربلاء أو حلة لازم تروحون من يم علوة الرشيد وهاي الازدحامات، هذا راح يصير شورت كت، يعني طريق مختصر. بالتأكيد الدائرة، الوزارة، المنهاج الحكومي كله يتركز على توسعة الطرق السريعة وتطوير حركة النقل في العراق. دائرتنا بكوادرها مستعدة، ما يرصد أن من تخصيص هو في تنفيذ الخطط. خطة طموحة في كل العراق تمتد لغاية عام 26، لكن تنفيذها يعتمد بالتأكيد على مقدار التمويل الوارد إليها. أغلب مداخل العاصمة بغداد يرافقها الاختناق المروري ولساعات مستمرة بسبب رداءة الطرق التي يمكن الخلاص منها في حال إنجاز طرق مشابهة لطريق دورة اليوسفية. هذا الطريق راح يوفر طريق بديل وفك اختناق باتجاه مركز العاصمة باتجاه جسر الطابقين. الطريق طوله أكثر من 15 كيلو من بعد في مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية، وإن شاء الله نهاية هذه السنة تكون جاهز. طبعا بقية المشاريع أكو خطة جديدة، استراتيجية جديدة للوزارة لتخفيف الضغط والزحامات في شوارع بغداد. إن شاء الله لدينا خطة جديدة بفتح طرق جديدة من أجل تخفيف هذه الزحامات في مدينة بغداد. وفي البلاد عشرات المشاريع المتنكئة التي لم تنجز منذ سنوات، بعضها كان حبرا على ورق وبعضها الآخر ابتدأ العمل بها ووصل لمراحل إنجاز جيدة، لكنه توقف أما بسبب الفساد وأما لرداءة عمل الشركة المنفذة أو التقاطع في الصلاحيات. ويحتاج العراق لإعادة تأهيل أغلب الطرق الخارجية بسبب تكسرها وتحولها لسبب الرئيس لإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الحوادث. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة.